كاين واحد التخبط والعشوائيه في تدبير مباراه كليه الطب من التنظيم، واذا على سميتو اعلان عن نتائج. معكم الدكتور العثماني نور الدين، طبيب اختصاصي في امراض القلب والشرايين بمدينه مكناس، كممثل لبعض اولياء التلاميذ وامهات واباء التلاميذ المتضررين اللي اجتازوا كليه الطب. اول شيء بادئ ببدء تنشكروا الوزاره لانها نقصت العتبه، هبطت العتبه ل 12، وايضا تنشكر الوزاره العدد الكم الكبير اللي اجتازوا كليه الطب، هذا ما يفرح الصدور ويثلج الصدور. لكن لنا بعض الملاحظات. الملاحظه الاولى وهي وقت اللي اجتاز في هذه كليه الطب، تنشوفوا مثلا كاين اللي اجتاز في 10:15، كاين اللي اجتاز في 10:30، كاين اللي وصلوا حتى ل 11، هذا في اطار مباراه ما خصهاش تكون. المشكل الاخر هو المهم، وهو اعلنوا عن النتائج ديال مباراه كليه الطب. وبهذه المناسبه تنباركوا التلاميذ اللي نجحوا، ان شاء الله يوفقهم في الدراسه ديالهم، ولكن عندنا لنا ملاحظات. الملاحظه الاولى وهي هاد الناس اللي نجحوا ما عارفين سميتهم، واول مره في تاريخ كليه الطب ولا في تاريخ ديال الامتحانات ديال الولوج ولا المباريات ما تيخرجوش اسماء. فين هاد لا ليست برينسيبال؟ عطيونا الاسماء ديالها. دوزيام دي شوز، هاد الناس اللي في هاد لائحه الانتظار حتى هي ما عندها الاسماء لا حتى شي حاجه، كاين رقم مسار، كاين الاسم وكاين لوغون. رقم ما مسكيتش الاسم، كاين المسار وكاين لوغون. هاد لوغون واش هو كلاسمون؟ وكيف يعقل بان من اللي بدو صيفطوا لنا واحد اغون وطني، ستادير فوزيت باغ اكزومبل، تنهضر انا على الناس اللي كاين في لائحه الانتظار، غون دون لا ليست، تي دون لا ليست ادمي، تي دون لا ليست داتونت جلوبال. ماذا تعني جلوبال؟ هي فيها لا فارماسي دونتير والميديسين، وايضا وطنيه ناسيونال. هادشي هذه قراءة ديالنا، لان ما كاينش واحد التواصل، ما كاينش واحد التواصل بين هذه المسائل كامله. اذا كيفاش يكون واحد الانسان في واحد رتبه معينه وفي اللائحه الجهويه اللي خرجت هذه تقريبا 4 شهور كاين في نفس المرتبه؟ ما يمكنش، ما تدخلش كاع العقل. وطنيا هذيك الرتبه خصها تكون على الاقل، هذه الجهويه تكون اقل. ايضا كاين ملاحظات. امتحان فهو وطني، عتبه وطنيه، اذا ولوج كليه الطب خص يكون وطني كما قامت دارت بها جميع المدارس، لينام لينصام، جميع المدارس كامله سميتها الكلاس بريبا، كلشي تدار. خصها يكون عتبه تكون وطنيه، يدخلوا هاد الناس. حنا ما عندناش مشكله يمشي ولدنا لوجده، ولا يمشي لمراكش، ولا يمشي لطنجه، ولا يمشي المغرب ديالنا الحمد لله، راه غادي تيشجع كاع كلشي هاد المسائل كاع كامله. دونك حنايا لا اتكلم بصفتي، ولكن اتكلم بصفه بعض اولياء وامهات التلاميذ المتضررين، وايضا كمواطن لي الحق في المعلومه اللي يكفلها ليا الدستور المغربي. تيقول لي بغيت المعلومه، خصني نعرف هذه المعلومه، نعرفها حتى حنا عندنا اولادنا. عندنا اولادنا نعرفوا فين وصلوا، فين الاسماء ديالهم، فين كاينه، وهاد الناس اللي نجحوا وكل شيء. حنا تنطالبوا بان الوزاره تكشف لنا هاد الاسماء، وكيفاش دارت الاختيار مثلا في كليه معينه، كيفاش اختاروا. حنا تنطالبوا بان امتحان وطني، عتبة وطنية خاص تكون حتى الولوج كلية الطب يكون حتى هو. كيف لا يعقل، كيف يعقل بأن في واحد هذه أصدع، ما تنطقش به وما أصدع، نتمنى نكون أنا خاطئ، بأن في واحد الكلية تهزوا الناس على 50، وفي واحد الكلية هنايا
فاس قالوا بانه تهزوا على 350 مول 850 ما نجح شيء. حنايا نطالب بان الوزاره تكشف لنا وايضا الحقائق بان يضمن لنا الدستور وايضا باننا سوف نسلك جميع المساطر القانونيه لفضح هذه المسائل اللي في حقيقه اول مره كاين واحد التخبط والعشوائيه في تدبير مباراه كليه الطب من التنظيم وايضا على سميتو اعلان عن النتائج. فهي هذه خروقات كبيره تدارت اللي سابقه في كليه هذه المناسبه. وتنشكر بزاف الناس اللي ساندونا والصحافه اللي ساندتنا ومنها ويسلاند نيوز اللي بهذه المناسبه تنشكرهم الشكر الجزيل.